كرات اعتيادية متبادلة ما بين لاعبي برشلونة، وصلت فيها الأخير. أيضا تبقى المحاولة، الكرة الطويلة يخرج من حارس المرمى، خلاص أخيرا خلصها ميسي، أخيرا يخلصها ميسي، يتقدم، أضاع مجموعة كبيرة من الفرص، وفي الأخير عند الدقيقة 72 إذا يتمكن ميسي من تسجيل الهدف الثاني في الوقت اللي أحوج ما يكون فيه ميسي وبرشلونة لتسجيل الأهداف. يأتي الساحر وتأتي الظاهرة ويأتي ميسي ويسجل الهدف الثاني. لاحظ معي خرج برافو من مرمى، وبالتالي كرة دانيال ألفيش إلى ميسي، وميسي الهدف الثاني، الهدف المناسب في الوقت المناسب. هدأت الآن أعصاب غوارديولا أولا، لأن كثير من الانتقادات لو أتى هدف التعادل مثلا سوف يتعرض لكثير من الانتقادات، لكن ها هو دانيال ألفيش وبعد ذلك ميسي ينقذ الموقف الآن.